هذا الفيديو أيضا شرح لرسم موجود في كتاب أنيس جواد حول ركن جدار مشيد من الطابوق وبسمك واحد طابوقة، يعني 240 مليمتر. أهم شيء في هذا الرسم يوضح ركن الجدار مرسوم بطريقة الأيزومتريك. هذين سافين متتاليين، الساف الأول إذا لاحظ من الواجهة تكون الطابوقة على الطول، يعني يبين أطول بعد بيها اللي هو 240 مليمتر. الساف اللي قبله جوا راح يكون اللي يبين من الطابوقة هو الهدر اللي هو بعده 11.5 سنتي، ولاحظ أنه هذا هو الارتفاع مع الطابوقة اللي هو 75 مليمتر أو 7.5 سنتيم. والمونة هي 10 مليم أو 1 سنتيم. فنلاحظ أهم شيء بهذا الرباط أنه صحيح هو أكو ساف يبين الهدر وساف يبين الستراتشر، لكن حتى ما يصير جوينت فوق جوينت، يعني مفصل فوق مفصل، يعني يصير حل وشد، لازم نستعمل واحد من السافين أجزاء الطابوقة. هذه أجزاء الطابوقة هي طابوقة مقسومة نصين نسميها كوين كلوزر، وهذه الكوين كلوزر هي تضمن لي أنه يصير هذا التفاوت أو التراكب بين ساف وساف، بحيث ما يصير جوينت فوق جوينت. فنلاحظ أنه إذا هذه هي واجهة الطابوق وهذا مخطط الساف، فمخطط الساف نلاحظ أنه الطابوق مصفط بحيث يبين الهيدر، الساف الفوق يبين الستراتشر، وبالتالي فإن هاي الجوينتس موجودة بهذا الساف، وهذا الجوينت بالضبط هو مو فوق الجوينت بالساف الجواب. هذا شلون يتحقق؟ انه استعملوا او يستعمل يجب ان يستعمل اجزاء الطابوقة لتحقيق هذا التراكب. هنا ايضا مستعملين اجزاء الطابوقة، وهنا ايضا مستعملين اجزاء الطابوقة. هذا هو تفصيل جدار الركن، بس هنا مستعمل بالايزومتريك، وهنا يعني ارتيت انه اشرح بالايزومتريك لتوضيح الفكرة. بالامتحان راح يطلب منك التوب بلان، يعني 2D، اللي هو هذا لسافين متتاليين.